بسم الله الرحمن الرحيم. علي بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الصلاة at its earliest fixed time and then kindness towards parents and then jihad in the cause of Allah. السلام عليكم.